استوحي هاي اللوحات والاعمال اللي من جماليه الطبيعه اللي انا اسكن فيها. جماليه الطبيعه اللي فيها من التراث، فيها من الطبيعه الخلابه، فيها من الزي، سواء كان الفلاح او البدوي، الزي الشعبي للشعب الاردني. فبستوحي كل هاي الامور من الاشياء اللي بشوفها، وبذات بنفس الوقت هاي الامور اللي انا بحبها وبعشقها. كنت استخدم سابقا بداياتي الرصاص والفحم، ومن ثم انتقلت الى الرسم الزيتي والوان الكريزما او الاقلام الخشبيه، ومن ثم استخدمت الباستيل، وان شاء الله في المستقبل ساستخدم الالوان المادئيه، لاني لحد الان لم استخدمها صراحه. لكن مجمل المواد التي تستخدم في الرسم استخدمتها، سواء كان على قماش كانفس او على كرتون كانسون او على المخمل، رسمت على المخمل ايضا، والمخمل ذا جماليه حقيقه غير طبيعيه. زمان لما كان الواحد يرسم كان يرسم يعني مجرد خرابيش، حتى وإن كانت هواية ولكن مجرد خرابيش. لكن مع الوقت والتمارين تطور الإنسان، وصرت أنا يعني أعي ما أرسم أو أرسم ما أريد. كل إشي بخطر ببالي حاب أرسمه برسمه، فلذلك برسم كل ما يجول في خاطري. أكثر ما يشدني هو جمالية الطبيعة التي أسكن فيها. صحيح ربما استلهم بعض اللون او صيغه اللون او الاعمال من فنانين عالميين او محليين او اشخاص قابلتهم عجبتني رسوماتهم واستوحيت لا منهم يعني، لكن الاكثر شيء شدني هو جماليه المنطقه التي اسكن فيها. طموحي أن أوصل للأمام، أتقدم للأفضل، أتلاشى أي خطأ أواجهه أثناء الرسم، أتعلم من كل خطأ وقعت فيه من خلال رسوماتي. فلذلك الإنسان ما زال يخطئ ويتعلم، يخطئ ويتعلم. أتمنى من وزارة السياحة هي الترويج للفن وللفنانين، وترويجهم عالميا ودوليا، وليس يقتصر دورهم على يكون محليا.